قصة التركي لمدة التضخيم الإعلامي اللي هالقد مرقنا بحوادث أهم من هيك بكثير مع استنكاري الشديد ركز للي صار لأنه التركي ما بيسوى سكر قويبة وبس يروحوا الناس لعندهم لازم يستقبون ورقصة البطريرك لازم يكون مثل الأب شو ما كانوا الناس ضبانين لازم يستوعبون هذا اللي بقوله ما هلا مش مهم بس نصور الفاز المكسور او الصورة او الكادر المكسور بدنا نصور القصة من الف للياء ومن دين كل شيء خطأ